هذه حياتي في هذا العام وش راح يكون فيها مختلف على الشيء اللي شفناه من قبل؟ هي هذه حياتي المرة هذه راح تكون سميناها 5 سنين من بعد. اي راح احنا يعني انا بالي 5 في عين الحساب انا قد فهمتها بالك فيها شويه فيها شويه مش بزاف. المهم 5 سنين من بعد راح نشوفوا كاين اخترنا الشخصيات اللي حققت نجاح ورواج كبير راح نعاودوا نستضيفهم ونشوفهم بعد 5 سنين واش تغيرت في في حياتهم واش الاشياء اللي تغيروا في حياتهم. هذا هو الكونسيبت الجديد تاع ليميسيون. وقتاش اللي ندير لك ان شاء الله توفيق بالك كيف انا وتوفيق بالك من على كان جور حبي عندنا شكون الضيوف تاع شكون ضيفك الاول بيع عندنا اذا تبيع خفيفه للمشاهدين ما نقدرش بصحه عطينا اسماء هي راح تكون شابه خيره هي الضيفه الاولى لانه في حياتها صراو امور بزاف في حياتها وفي حياه حتى الزوج تاعها في في حياتهم الشخصيه في الاسره تاعهم صراو امور بزاف على حساب واش قالوا لنا هي حلقه خطيره ومميزه مع شابه خيره لاول مره تحكي فيهم حوايج بزاف شابه خيره حتى تحكي امور حتى تحكي امور اللي كانت هي في الاصل فاصله فيها انه ما تحكيش لاول مره صح مع توفيق تهدر ان شاء الله. توفيق يا توفيق مرحبا بك في الجزائر يا وان وسط عائلتك قناه كل الجزائريين وان شاء الله وبكل تاكيد هذه حياتي راح تكون افضل بكثير من النسخات السابقه. هي هي يكونوا فنانين عفوا توفيق راح يجوزوا لاول مره في برنامج هذه الحياه. كاين شمام الشاب بلال كاين مليحه كل توفيق. وبما اننا نحكيو على الفن والفنانين نروحوا نشوفوا مشاهدين